ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن السلطات الإيرانية اعتقلت 125 شخصا أثناء انتفاضة العطش خلال الأيام الأخيرة في مدينتي المحمرة وعابدان. وبحسب بيان المنظمة، تم احتجاز هؤلاء المعتقلين لدى قوى الأمن الداخلي وجهاز وزارة الاستخبارات الإيرانية. وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في المحمرة ومن ثم في عابدان، عقبتها تظاهرات تضامنية في الأحواز وخور موسى ومعشور للتنديد بالقمع المفرط ضد المحتجين على أزمة المياه. وبحسب المنظمة، فقد تفاقمت أزمة المياه منذ شهر رمضان الماضي، حيث حرم الناس من مياه الشرب الصحية في أوج حر الصيف.